مدربين لازم يشتغلوا على نفسهم كويس، لازم يطوروا من نفسهم على مستوى العلم بقى، لان الكره بتتطور. تاني ما هيتعلم ازاي؟ ما هو حد يعلمه. لازم على لازم بفلوسه يعني. انا هنا بواجه مسافر يدفع بيه 1000 جنيه. الاسلام اللي قال لك اهو مش انا الحمد لله. امال ايه هيعمل ايه؟ في اكتر من ويب سايت واكتر من أوكي. حاجات انترنت مفتوحه يعني. او باشتراكات بيشترك فيها بس بفلوس برضه. ما هو باشتراكات. ما هو انت حضرتك سافرت تشيكاش تاخد رخصه ليه؟ ما انا طلعت معلش بس انا اللي طلعني القوات المسلحه. انا فاهم. لا بس حضرتك كنت حريص ان انت تسافر. طبعا يعني الله يرحمه المشير طنطاوي يعني كان ده ضمن بناء مؤسسه عنده رؤيه اكنها نادي بالظبط يبني فريق. ايوه لا انا بتكلم على ان المدرب يعني في معلش اغلب المدربين حالتهم الماديه بتبقى صعبه ان هو لسه يقدر كنت هقول لك يعني بس انا عشان اطور نفسي وعشان اكبر واقدر اشتغل في انديه غصب عن اي واحد في شغلته او اي واحد في مهنته. اذا كانت الاداء بتاخد بالتطوير وقال لك في الاخر الاداء بتاخد بايه؟ انا هضرب مثال كابتن علي ماهر. علي مشترك في اكتر من ويب سايت وشغال على نفسه واللي خلى عنده دي من الاول قبل ما يشتغل على نفسه اشتغل مع مين وايه وحاجات كده بقى وقال بقى. طب اسمعني بس الخبرات العمليه. انا معاك والله في اللي انت بتقوله بس اغلب المدربين خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه احنا عايزين حلول يا كابتن. اغلب المدربين حالتهم الماديه صعبه مش خلينا واقعيين. ما هو كابتن مش هيدفع مثلا مليون دولار عشان ياخد كورس. معلش لا ده مبالغ الموضوع مش انت شفت الرخص بكام دلوقتي؟ الكلام في مدربين كتير من الدوري مش هيقدروا ياخدوها. كابتن مش رخص الايه ب 45000 تقريبا وحاجه كده. لا 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 مش بتكلم في اسعار وهميه طالعه يعني. الاشتراكات في المواقع ده كابتن ما بيبقاش بالمبلغ اللي انت متخيله. ايوه لا انا بتكلم مش عارف كام دولار وحاجات كده. انا بتكلم ان في مدربين ما بيقدروش. لا الموضوع ابسط من كده بكتير. انا بتكلم بقى لو انا راجل هشتغل تدريب هشتغل على نفسي واشتغل على المواقع دي معاك في كل انت وهاخد كل جديد في كره القدم. لو اقدر وعندي مقدره اطلع اعمل معايشه مثلا. أيوة لو في صح. بعض المدربين مثلا زي وائل رياض شيتس ما طلع مثلا مع سيميوني وعمل معايشه في اسبانيا فتره. هو كان كابتن طارق سليمان وكان في بعض المدربين مقدمين على معايشات بره. في ناس بتروح تعمل معايشات مثلا احمد صديق كان لسه في معايشه مع مارسيل كولر. كابتن طارق العشري عمل معايشه مع مستر مانويل. فيشتغل على نفسه في ايه؟ يشوف مدرب كبير يروح يطلع معاه معايشه مثلا. انا في مدرب والله يعني بالامانه يعني انا مش بكبر في نفسي بس في ناس كانت بتتصل بيا وانا في الانتاج يقول لي عايزين نيجي نحضر. اقول لهم اتفضلوا يتشرفونا. لكن ما يستسلمش يا كابتن. عامل زي ابو علي يعني حاجه محترمه. لما العادل طيب. امام عندي ماجستير بولندي تاخد عموما يعني كانت هذه الحلول وكانت هذه الحلقه بما اننا بنتكلم في المدربين المصريين بين الاقاله والاستقاله حلول كثيره جدا ولكن اهمها هو تطوير المدربين خلال الفتره القادمه من خلال وجود الرخص الاي والبي والسي وايضا يكون هناك تنسيق ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاتحادات المحليه بقى بشكل عام علشان يكون صحيح. هناك والاتحادات الاوروبيه طبعا زي دي مهمة ما بقى. دي مهمة قوي بالظبط كده علشان يكون للرخصه الافريقيه سواء A او B او C نفس التاثير في اوروبا او في اسيا حتى على الاقل يعني مش هنقول احنا ما عندناش قيمه على اسيا على رايك. طب ممكن اقول بعد اذنك يا كابتن سليمان اسف يعني بالنسبه اللي حضرتك بتقول طب ما النادي بجمله المصاريف اللي بيصرفها ما يستقدم حد من بره مدرب كبير. ده دور الاتحاد يعني ده دور الانديه للمدربين الغلابه دور الاتحاد اللي كنت كملت في سياق الحلول ان كان لازم اتحاد الكوره زي ما كان بيحصل فتره من الفترات يجيبوا خبره يقعدوا مع مدربين والمدربين يقدموا يقولوا مثلا جاب خبير مين عنده رغبه يجي يحضر محاضرات للراجل ده ويقعد معاه ويعمل محاضرات للناس مش شرط تبقى رخصه ومش شرط تعتمد. انا بطور صح. من المدربين بتوعي ده الاهم ان يتطور فعلا. أيوة. هتلاقي اقبال كتير جدا جدا بالظبط جدا يعني. يبقى انا كاتحاد كوره بوفر للمدربين اللي عندي عشان حتى سمعه البلد تدريبيا بعد ما كان عندي 20 30 مدرب مسكين منتخبات وانديه. ولو لقيت على فكره الموضوع كده هعمل ايه لما الاقي مثلا 100 واحد غير لما الاقي 50 غير لما الاقي 100 واحد لو اخذت من كل واحد دولار يبقى انا مش دولار يعني مبلغ 10 دولار 20 دولار حاجه قليله رمزيه ادفع بيهم فلوس الراجل ادفع بيهم فلوس الراجل ليه ما هي الكره دي صناعه قبل يعني كده يا كابتن. بص ما في امل غير مش في البلد لا في بتوع الكوره دول حسبنا الله الا انه يجي حد يفرح الناس ويحرك صناعه مهمه. هو الاهلي بيتخبط ليه؟ انا مش بهزر. الاهلي بيتخبط عشان كده يعني ايه اللي كل شويه يعني يصطدم عراقيل عراقيل انت كل شويه تكسب بقى وتحرجنا وفيها يا عم انت بطولات بطولات بطولات. المهم يعني من هنا جات الحكايه لازم يجي صاحب الموضوع اللي هو
اتحاد الكوره يبدا العمل على اللي عايزه ابو علي، ان الناس اما انا ما اجيبش وائل شيتوس والناس دي بعد ما اشتغلت وكسبت وراح سافر بعد ما نادي صفاره زي ما الكابتن قال، اول اسم ان اتحاد الكوره يجيب ناس علشان تدي دراسات ورا دراسات ورا دراسات، من غير كده يبقى الملف فعلا مفتوح ومش هنسيب